من الطبيعي أن يكون التأثير إيجابي جدا، ويعني هذه تخط بخطوط من الذهب هذه المكرمات، لأنها تأتي في ظروف غاية في الصعوبة يمر بها لبنان والشعب اللبناني. ففي هذه الظروف حقيقة يمتحن الأخ ويتمتحن الصداقة الفعلية الصادقة والعلاقات التاريخية المتجذرة. والعلاقات حاليا بين لبنان والمغرب تعطي نموذجا يحتذى في المؤازرة والمساعدة من أخ كبير يعني يؤازر لبنان في ظروفه الصعبة، ويؤازر بالتحديد المؤسسة الوطنية الجامعة التي يعني عليها مسؤوليات كبيرة، وهي مؤسسة الجيش اللبناني. فتكرارا باسمي ونيابة عن قائد الجيش أتقدم بالجزر الشكر الجزيل والامتنان العميق لصاحب الجلالة على هذه المكرمة غير المستغربة، والتي يعني هي استكمال لخطوات عديدة من المساندة للبنان، بدءا من حادثة المرفأ في 4 آب، وقبل ذلك في عدوان الإسرائيلي في 2006. ولا ينسى الشعب اللبناني المبادرات الكبيرة التي كان يقوم بها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني عندما يعني شارك في اللجنة الثلاثية التي أدت إلى نهاية الحرب في لبنان. ففي ذاكرة اللبنانيين وفي وجدانهم وقلبهم وعقلهم المغرب موجود في أحرف من ذهب.